سلسلة من زيارات المراقبة والتتبع تقوم بها السلطات المحلية بمدينة الرباط للتأكد من الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة انتشار وباء كوفيد-19 الذي سجل خلال الأيام الأخيرة وتيرة مرتفعة. العملية تهدف إلى ضمان صحة وسلامة السكان والتوعية عن قرب بأهمية الوقاية من هذه الجائحة. الصورة تنقلنا إلى أحد المطاعم بالمدينة حيث تتم مراقبة مدى احترام التدابير الاحترازيه. لله احنا جد سعداء بهذه الزياره ديالهم حيت انهم كيرشدونا على المسائل اللي نسينا والمسائل اللي يمكن لنا جديده اللي خصها تدخل في الاطار ديال العمال ديالنا انهم يحترموها. الحمد لله دازت هذه الفتره هذه مزيانه، لقاو اللجنه لقات الحمد لله كل شيء بخير وعلى خير، ولقات العمال ديالنا مرتدين الكمامات ديالهم وكاين التباعد، وحتى بالنسبه للصال ديالنا والزبناء ديالنا الحمد لله كيبان لكم كل شيء ناشط، كل شيء جالس الحمد لله. نفس الأمر ينطبق على أحد مراكز النداء حيث يجري تتبع مدى الالتزام بالتعليمات الوقائية والرمي إلى الحد من انتشار الفيروس. الزيارة تهدف إلى الوقوف على مدى احترام الإجراءات المتبعة للتصدي لكوفيد-19. الأمور تمت على أحسن ما يرام وهناك احترام تام للتدابير من حيث التباعد وتوفر الكمامات والمطهرات الكحولية. كل هذه المجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية لن تصل إلى المبتغى إلا بانخراط جميع المواطنين والمواطنات بكل حزم ومسؤولية في هذه الخطة الوطنية لاحتواء الوباء وتجاوز هذه المرحلة الصعبة.